كل شيء ممنوع مرغوب، هيك بيقولوا. في حاجات معينة بكلها ممنوعة عليا، فبحبها قوي، عشان كده بتصير عندي رغبة أني أكلها. نقطة التحول كانت في 2005 لما قدمت أغنية مشيت خلاص وعملت بومينج في العالم العربي كله. انت رجعتني سنين لورا. لقب الطفل المعجزة كان ده شرف ليا، ومن انا وصغير قدمت فن راقي وفن جميل، عشان كده لقبت في هذا اللقب. والله يعني جت الفكرة مرة اني امثل، ولكن رجعت ذهبت مع الريح. واحد بيزعل لما يتكلم عن بلده، ناس تعبانة واللي تعبهم هم الحكام اللي ماسكين البلد. فأتمنى نخلص من هذه المجموعة السياسية اللي وصلت البلد للي احنا فيه دلوقتي. يعني أغاني المهرجانات طبعا، مش أنا يعني. الحسد موجود في القرآن، يعني أكيد في مثل بيقول لك الحسد بيهد الأسد. فبالك إنه الإنسان قوته أقل بكتير من قوة الأسد، فبتلاقيه يعني ربنا يبعد عننا الحسد، هو ده اللي لازم. والله الحمد لله من كرم ربنا ما غلطتش بحق حد، يعني أنا عند الله سبحانه وتعالى متمم واجباتي اتجاه كل الناس. من أغنية أنا؟ مفيش صراحة. هلا ممكن تلاقي واحدة بتحبها أكتر من التانية، بس بالمبدأ كل اللي بقدمه أنا مقتنع بيه. مشيت خلاص هي وش الساعات. الروقان يعني الهدوء. كنت هضيع فرصة الجواز من مراتي، بس ما ضاعتش الحمد لله. إن أنا عصبي زيادة عن اللزوم. ليرة لبنانية عبارة عن ولا حاجة دلوقتي، ولا أي حاجة. يعني كانت في زماننا 200 ليرة كان يمكن في ناس في الشهر يشتغلوا كل الشهر عشان ياخدوا مثلا 500-600. الفلوس عند البنوك البنوك اللبنانية.